بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 179. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن المحرمات العكوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، خصوصا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وعند وفاته، الغلو في القبور. قد قال صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. ولكن مع هذا وقع في هذه الأمة من وقع في هذه المصيبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الغلو في قبور الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، يتوسلون بهم إلى الله بزعمهم. ولذلك صاروا يبنون على قبورهم المساجد والقباب، ويزخرفونها ويسرجونها ويجعلون لها السدنة كأنها بيوت الله عز وجل، مضاهاة لليهود والنصارى. فهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تأخر الزمان وفشى الجهل زادت هذه الفتنة بالقبور حتى انتشرت في البلاد الإسلامية. نعم. قال رحمه الله: فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف عليه والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ نعم. فإن البناء مجرد بناء المسجد على القبر، ولو لم يتعلق بالقبر، بل مجرد بناء المسجد على القبر منهي عنه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فإنه مع مرور الزمان وفشو الجهل تتعلق قلوب الناس بهذا القبر الذي أدخل في المسجد أو الذي بني عليه المسجد، ويقولون لولا أنه ينفع ويضر وأن له خاصية لما بني عليه هذا المسجد. والله جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد يجب أن تكون لله، لا يكون فيها شرك بغيره. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال،
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبناء المساجد لهذا الغرض وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته فيها والعكوف فيها طاعة لله ومحبة له. فالاعتكاف عبادة وهي لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، طلب العلم، غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمساجد، فهي بيوت العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، لا يخلط معها عبادة غيره من الأموات والأولياء والصالحين. ولهذا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا بني المسجد على قبر كان القبر سابقا والمسجد أحدث عليه فإنه يهدم المسجد ويبقى القبر. أما إذا كان العكس، كان المسجد هو السابق ثم أدخل القبر فيه بعد ذلك، فإنه يجب إزالة القبر وبقاء المسجد. نعم. قال: فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ إذا كان مجرد البناء، بناء المسجد على القبر ولو لم يتعلق بالقبر ولم يدع من دون الله ممنوعا ومحذورا، فكيف إذا انضم إلى بناء المسجد على القبر العكوف عند القبر تقربا إلى الميت ورجاء نفعه وأنه يدفع الضر وأنه يجيب الدعاء إلى غير ذلك؟ فالأمر أشد. أولا البناء على القبر هذه مصيبة ومعصية عظيمة، لأنها وسيلة إلى الشرك وارتكاب لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أنه نهى عن بناء المساجد على القبور. على القبور. وثانيا أنه جاء المحذور الذي من أجله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، وهو التعلق بالميت والاعتكاف عند قبره ودعاؤه من دون الله والاستغاثة به إلى غير ذلك من المحاذير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام. نعم، لأن الشيطان لا يقف عند حد، نسأل الله العافية، فهو يتجارى بابن آدم حتى يخرجه عن عبادة الله عز وجل. فيظن بعضهم، بلغ الحال ببعضهم أنه يرى أن الاعتكاف في المساجد التي على القبور أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، والذي قال الله جل وعلا فيه لخليله إبراهيم: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الصلاة والاعتكاف والدعاء والعبادة إنما تكون في المساجد، وعلى رأسها المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأما المساجد المبنية على القبور فهذه في الحقيقة أنها بيوت شرك وبيوت عبادة لغير الله عز وجل، فلا يجوز الاعتكاف فيها، بل لا تصح الصلاة فيها وإن كان المصلي يصلي لله، لأنه نهي عن الصلاة عند القبور وعن الدعاء عند القبور. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، العبادة مبنية على المحبة، لأن المحبة هي أعظم أنواع العبادة. الله أكبر. فالذي يعبد شيئا إنما عبده لأنه يحبه. فالمؤمنون يحبون الله حبا خالصا، ولذلك يقبلون على عبادته سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله،
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء لله عز وجل، يحبونهم كحب الله عز وجل، يشركونهم في المحبة، وهذا يسمى الشرك في المحبة، وهو أعظم أنواع الشرك والعياذ بالله. فالمشركون إنما عبدوا هذه المشاهد وهذه الأصنام والأوثان، إنما عبدوها لأنهم يحبونها، ولذلك يستميتون دونها ويقاتلون دونها، لأنهم تعلقت قلوبهم بها فهم يحبونها، ولولا أنهم يحبونها ما عبدوها من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي غير الله، أندادا، أي شركاء لله، يحبونهم كحب الله، يسوون بين الله وبين هذه الأصنام وهذه القبور في المحبة، وهذا هو الشرك الأكبر. أما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة، ولذلك لا يشركون به شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. هؤلاء المقابريون يحترمون المساجد المبنية على القبور ويجعلون لها حرمة أعظم حرمة من المسجد الحرام ومن المساجد المبنية على التوحيد، ولذلك تجد أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم، نعوذ بالله، ولا يتجهون إليه ولا يسألون عنه، وإنما تتعلق قلوبهم ويسألون عن المساجد المبنية على القبور ويتوجهون إليها ويعظمونها. نعم. قال: وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس. نعم، لأن بناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك، فإذا بني على القبر فإن القلوب تتعلق به ثم تدعوه من دون الله، ويعتقد فيه أنه ينفع ويضر، وأنه يعطي ويمنع، فينسون الله سبحانه وتعالى، تتعلق قلوبهم بهذا الميت وهذا المخلوق الضعيف، فيدعونه من دون الله ويذبحون له وينذرون له ويتعلقون به ويحلفون به إلى غير ذلك، وينسون الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجتمع التوحيد لله عز وجل، التوحيد الخالص لا يجتمع التوحيد مع الشرك الأكبر أبدا. نعم. التوحيد لا يجتمع مع الشرك الأكبر، ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم وصرف النذور لهم هذا من الشرك الأكبر، فمن وقع فيه فإنه لا يكون عنده توحيد لله عز وجل، وإنما يكون مشركا يحب القبور والأضرحة والتعلق بغير الله، وأكثر مما يحب الله عز وجل. نعم. قال: حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور، إما قبر لنبي أو شيخ أو بعض أهل البيت، أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. نعم، بعضهم يفضل زيارتها على الحج، أعوذ بالله، الذي هو ركن من أركان الإسلام، والذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحج من الجهاد في سبيل الله لما له من الفضل ولما يبذل فيه من الجهد والمال والتعب، فهو نوع من الجهاد، ليس هناك شيء أفضل من الحج إلا ما سبقه من فرائض الإسلام كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فإنه من أفضل، من ليس هو أفضل بل هو من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال، لكن هؤلاء عكسوا الأمر فقالوا إن زيارة المشاهد والأضرحة أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، ولذلك كانوا يقبلون عليها بالأعداد الهائلة ويزورونها
يسمون ذلك الحج أو الزيارة، ويحبسون الأموال لأجل هذه المشاهد، فيعظمونها من دون الله عز وجل، ويحترمونها أعظم مما يحترمون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الله المبنية على طاعته سبحانه وتعالى. وألفوا في ذلك المناسك، ألفوا مناسك سموها مناسك حج المشاهد مضاهاة لبيت الله الحرام. نعم. قال: ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت. أصل السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من القبور ممنوع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالسفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة لا يجوز إلا في هذه المساجد الثلاثة، فكيف إذا انضاف إلى السفر المحرم لزيارة القبر النبوي انضاف إليه التعلق به ودعاؤه من دون الله والاستغاثة به؟ وهذا هو الذي منع من السفر إلى القبر. العلة في ذلك منع الغلو وسد الوسيلة المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. فالذي يزور القبر النبوي من أجل الاستغاثة به أو الصلاة عنده أو دعاؤه، هذا يكون مخالفاً للأدلة الشرعية التي منع النبي صلى الله عليه وسلم منها وحذر منها. نعم. قال: وبعضهم إذا وصل المدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعائه. بعضهم إذا وصل المدينة رجع وترك الحج، مستحيل، ويظن أن هذا يغنيه عن الحج، لأنهم يظنون أن المقصود أنه يزور القبر النبوي ويستغيث به ويستنجد به ويدعوه من دون الله عز وجل، فعندهم أن هذا هو الحج. نعم. فيرجعون ولا يحجون. نعم. قال رحمه الله: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت، لزال هذا عن قلوبهم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، والكعبة مخلوقة من المخلوقات، وأفضل المخلوقات على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكعبة مكان للعبادة، مكان للطواف والتوجه بالصلاة، استقبالها في الصلاة، فهي مكان للعبادة، والعكوف عندها لله عز وجل، الاعتكاف عندها، الصلاة عندها، وفي المسجد الحرام، أي كلها عبادات لله عز وجل. فالكعبة هي المكان المخصص للعبادة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نبي يبلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فالكعبة لها شان، والرسول صلى الله عليه وسلم له شان آخر. الرسول يعظم ويحب ويتبع ويطاع لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكعبة فإنها يؤتى إليها ويصلى عندها وتستقبل لأنها بيت الله، فهي مكان للعبادة. فالكعبة مكان العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ هذه العبادة وبينها للناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت، لزال هذا عن قلوبهم. إنما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من الجهل والشرك لأنهم لم يعلموا المقصود بزيارة المسجد الحرام وزيارة القبور. فالمسجد الحرام يزار لأجل الصلاة فيه والعبادة فيه وأداء المناسك حوله، حج أو عمرة،
فهو مكان للعبادة وما حوله من المشاعر، وأما القبور فلا تزار لأجل العبادة عندها كما تزار الكعبة لأجل العبادة عندها، وإنما تزار لشيء واحد أو لشيئين. الشيء الأول الدعاء للميت لأنه بحاجة إلى من يدعو له، إلى دعوة صالحة تلحقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهو بحاجة إلى الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. المقبور بحاجة إلى الدعاء، ويزار قبره من أجل الدعاء له، لا من أجل دعائه من دون الله، أو من أجل الدعاء عنده. يدعو الإنسان لنفسه عند القبر، إنما يدعو للميت فقط. وأيضا الأمر الثاني الاعتبار بأحوال الأموات، وأن الإنسان يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه، فيقول: اغفر لي وارحمني وتب علي ونحو ذلك. نعم، يسويه بالله عز وجل، يسوي الميت بالله عز وجل، فيطلب منه ما يطلب من الله، ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يطلب منه مغفرة الذنوب، ستر العيوب، وقضاء الحاجات، وتفريج الكروبات، وهذه أمور لا تطلب إلا من الله، ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الميت لو كان حيا لم يقدر على هذه الأمور، فكيف إذا كان ميتا قد انقطع عمله وبقي مرتهنا في قبره لا يقدر على فعل طاعة ولا التوبة من سيئة؟ فكيف تنتكس العقول إلى هذا الحد، فيعتقد في الميت أنه ينفع ويضر، وأنه يعطي ويمنع، وأنه حتى بلغ بهم الأمر إلى أن اتخذوا الأموات أربابا من دون الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به، ويكون ذلك شيطانا قد خاطبه، كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام. نعم، تكرر في كلام الشيخ رحمه الله التنبيه لهذه المسألة المهمة. نعم، وهي أن الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم قد يستدرجهم الشيطان، لأنه هو الذي ساقهم إلى هذه الجريمة، فيتمثل لهم في صورة الميت، يأتيهم في صورة الميت ويسلم عليهم ويقول: قد قضيت حوائجكم واستجبت دعاءكم، ونحو ذلك، من أجل أن يغريهم، ويظنون أن هذا هو الميت، وما هو بالميت، وإنما هو الشيطان تمثل لهم، كما يتمثل للمشركين عند الأصنام، فإنه يتمثل لهم في الأصنام ويخاطبهم ويدعي أنه يقضي حوائجهم وأنه يستجيب دعاءهم، من أجل أن يغريهم بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له، أو للسدنة العاكفين عليها والمجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة وكشف البلاء. نعم، وهذا من البلايا التي تصاحب هذه الأضرحة، أن الذي يأتيها يقصد أن هذا السادن أو هذا القبر أو هذا الولي أو النبي الميت أنه يقضي حوائجه، وأنه يفرج كرباته، وأنه يدعى من دون الله، ويسمون هذا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلى كل حال، إنما حداهم إلى هذا الوقوع في الشرك، هذا الشرك العظيم، هو هذا الزعم الباطل، أنهم يظنون
أن في الدعاء عند قبره أو في سؤال الميت أنه تقضى حاجته وتفرج كربته، وهذا مما يزينه شياطين الإنس والجن لهؤلاء. ولو أنهم اتجهوا إلى المساجد المبنية لطاعة الله ودخلوها وصلوا فيها ورفعوا أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى لكان هذا هو المجدي والنافع لهم عاجلا وآجلا، ولكن الشيطان صرفهم والعياذ بالله إلى هذا القصد الخبيث ليصدهم عن دين الله عز وجل وليوقعهم في الشرك. فإن الشيطان إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير. الشيطان يدعو إلى الشرك، يدعو إلى تعظيم الأموات، إلى الغلو في الصالحين، إلى كل بلية وكل شر، ولا يتوقف عند حد، بل يتدرج بأصحابه إلى المهالك نسأل الله العافية، ولا يوقف مده وشره إلا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والوقوف عند حدود الله، تفقه في دين الله ودعاء الله والاستغاثة بالله والاستعاذة بالله والرجاء والخوف من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قد بينا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخير، وأن الله لم يجعله سببا لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سببا لذلك، فكيف نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ نعم، يظن القبوريون أو المقابريون أن النذر للقبور يحصل به المقصود ويحصل به الخير، وهذا غلط، فإن النذر لله عز وجل لا يأتي بخير. الله أكبر. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لله لا يأتي بخير، والخير إنما هو من الله وليس النذر سببا لحصول الخير، وإنما الخير هو من الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان النذر لغير الله؟ فإنه يكون أشد شرا، لأنه شرك، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. كيف يقال إن هذا النذر الشركي يأتي بخير ويجلب لصاحبه الخير ويدفع عنه الشر؟ ولكن هذا من موت القلوب ومن ضعف البصائر ومن الجهل بدين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.